التعليم الدقهلية تعلن انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم بالمدارس. أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية انطلاق فعاليات مسابقة القرآن الكريم بمشاركة عدد كبير من طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية. وقال ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إن المسابقة تساهم في صقل اللغة العربية لدى الطلاب وتستمر فعالياتها حتى الخميس المقبل. وقال هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية إن المسابقة تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى اشتراك جميع المدارس بالإدارات التعليمية، أما المرحلة الثانية هي التصفية بين الإدارات التعليمية تمهيداً للتصفية النهائية بالوزارة.